شارك جواني على حسابه على انستغرام ستوري مفاجئ لمتابعينه، عبر فيه عن احاسيسه بالوقت الحالي والظروف الصعبة اللي عم بيعيشها حاليا خلف السوشيال ميديا، قائلا: ايام بحب افتح الكاميرا واحكي كل شي بقلبي وكل شي عشتو لكل الناس اللي بتحبني، عطول بشارك معكم الضحكة، بس انا بقلبي هموم ومشاكل كبيرة كتير، والشي الوحيد اللي بيخليني ما اطلع وافش قلبي، بعرف في كتير ناس راح تحس قصتي ضعف، في ناس عن جد بتحبني وفي ناس بتتابعني لحتى تخرب حياتي ويدمروا حياتي. اما غيث مروان ففاجأ المتابعين بخبر ما كان بالحسبان، حيث اعلن انه حتكون في مفاجأة وتغييرات كثيرة واحداث كبيرة عم بتصير معه حاليا ورح يعلن عنها قريبا، حيث توقع البعض انه حتكون نقلة كبيرة من بلد لبلد او زواج، فشو رأيكم انتو؟ اما انس الشايب فغادر تركيا وترك بيسان هناك ليرجع لدبي بشكل عاجل ليشارك باكبر حدث للملاكمة بتاريخ اليوتيوب العربي كأول مرة ضد موني كيكس او راشد، وشارك هالستوريهات ليحمس متابعينه لهذا اللقاء. انا عارف انكم انتم كثير مصدومين انه انا كنت بتركيا وكيف صرت بدبي. حبايبي انا راجع على تركيا، بس نزلت على دبي لاشي كثير ضروري، راح تصير اكبر حلبة بوكسينج في دبي لاول مرة بين اليوتيوبرز بين انا وراشد. راشد اختارني انا، بس والله لا خليه يندم. فحبايبي انا اليوم باذن الله راح اخذ كل التفاصيل وارتبها وراح اطلع بالستوري واحكي لكم كل شيء بالتفاصيل، خليكم مركزين مع الستوري اول باول. بعد احتفاله بتخرجه من الجامعة، ها هو عمر مسكون يستعد لتنظيم ستاند اب كوميدي شو بالامارات، حيث قام بدعوة عدد كبير من المؤثرين من بينهم اليوتيوبرز زياد وسارة. أما أنس وأصالة فاحتفلوا مبارحة بعيد ميلاد سارة أخت أصالة، وشاركوا أجواء الاحتفال والهدايا من خلال هالستوريهات. أما نارين بيوتي فصدمت المتابعين بقص شعرها وصبغته باللون البني، فشو رأيكم بلوك نارين الجديد؟